فات علينا انه نحيي يعني اسود الفرقه 22 بابا نوسا. نعم. يعني التحيه والتجله والتقدير لهم، يعني هؤلاء الاساد الذين يعني علموا الدنيا ان يعني الكبرياء السوداني هذا موجود في كل ركن من اركان هذه الجغرافيا، وانه اي حجر في هذه الجغرافيا اذا نطق لتحدث طويلا عن عمق التاريخ وعمق الدوله السودانيه والمجتمع السوداني. ونحن برضو في القناة دي يعني غير الإشادة بأبطال الفرقة 22 دارين نشيد أيضا بالمجتمع الوطني في بابا نوسا، الذي لم يسترخص نفسه ولم يبع نفسه لهذا التمرد، وفهم يعني خطورة أنه تدخل هذه المجموعات المرتزقة القادمة من خارج الجغرافيا السودانية إلى مدينة آمنة ومدينة هادئة مثل بابا نوسا بتحريض التمرد. جزء من الشغل بتاع بابا نوسا ده جزء من مطبخ وترتيبات طبعا ياسر عرمان في الشريط بتاع جبال النوبة ده في المناطق بتاع الجنوب وغرب كردفان وكده، عنده هزائم راسخة في ذهنه وراسخة في وجدانه يريد أن يمسحها باستخدام أمثال عبد الرحيم وغيره. وأنا داير أقول للمجتمع في بابا نوسا إنه ليس العدو الظاهر فقط هو اللي بتشاهدوه المرتزقة وضباط التمرد، ولكن هنالك عدو مستتر هو المتمرد الأقدم صاحب الماركة الرئيسية في التمرد ضد الجيش السوداني ياسر عرمان، جزء من مخططاته في تخريب هذه المنطقة. التحية والتجلى لهم. بالنسبة للسؤال، نحن دائما دايرين نقول المعلومة مهمة جدا، الدعم السريع صحيح نشأ تحت ظل شجرة الجيش السوداني، ولكنه كان محكم اللجام بواسطة قوانين الجيش السوداني وسطوة وسلطة الجيش السوداني، ثم سلطة وسطوة الولاة في الولايات. كانوا الجماعة دي ما بيقدروا يتحركوا في أي ولاية إلا بأوامر مشددة جدا ويخرجوا منها بأوامر مشددة من الولاة. ثم جاء عبد الله حمدوك، ثم جاء صيغة الاتفاق بتاع الوثيقة الدستورية، ثم جاءت التسوية أو المساومة بحميتي والفريق البرهان نفسه، وكانت واحدة هذه من أكبر أسوأ الأخطاء عندما أخرج حميتي وأخرج قوات الدعم السريع من أبوة الجيش السوداني، ولم تعد قوة مساعدة ولم تعد قوة رديفة، إنما أصبحت قوة همجية يقوم الحمدوك بحضور تخريج الدفعات الجديدة، وذهبت كثير جدا من ميزانية الدولة لتضخيم هذه القوات، بل وذهبت كثير جدا من أموال التصنيع الحربي لهذه القوات. كان عبد الرحيم ده قالوا بيجيب شيلوا مليون دولار من التصنيع الحربي تحت مرأة ومسمع قادة الدولة. هذه أخطاء كبيرة جدا وتراكم بتاع أخطاء سيئة جدا وسوء تقديرات سيئة جدا. الآن الجيش السوداني وقادة الجيش السوداني مطالبون، قادة الجيش السوداني بالتحديد مطالبون بتصحيح هذه التقديرات السيئة والعمل على القضاء كلية على هذا التمرد، لأنه الآن الدعم السريع اللي بيعرفه الفريق البرهان في 2000 ما قبل يعني في فترة الإنغاز ده ما الدعم السريع الحالي. أنت بتتكلم زمان عن قوة محدودة جدا، تسليحها محدود جدا، الآن أنت بتتكلم عن مرتزقة من أكثر من 11 جنسية، بتتكلم عن مطبخ إقليمي بيرفت هذه القوى، حتى الآن الناس بيتكلموا عن 200 طائرة نزلت تمول هذه المرتزقة، وبالتالي هذه ما مجرد مجموعة عسكرية تمردت على الجيش السوداني، هذا جيش من المرتزقة، وبالتالي لابد من استنهاض همة الشعب السوداني. لهذا سنظل نقول إنه هذه الحرب ليست حرب الجيش السوداني، وإنما هي حرب الشعب السوداني وحرب التاريخ السوداني وحرب الوجود السودانية، ونحن في هذا في معية جيشنا وفي معية قيادة الجيش وفي معية قادة الجيش وفي معية المستنفرين وفي معية إلى أن نقضي كلية على هذا التمرد، كلية على هذا التمرد، حتى لا يظن أحمق أنه لهذا التمرد بقية بذرة في الأرض يمكن أن يسقيها بعد سنة أو بعد سنتين، أو ممكن يعيد بثها أو يعيد إنتاجها في المشهد السياسي السوداني. نعم.